مشوار طويل يا كابتن زي ما حضرتك قلت، اكتر من 300 مباراه، علشان طبعا تفتكر ايه افضل مباراه، او انت حاسس ان لما بترجع كده للزمن ورا شويه وتقول اول حاجه بتفتكرها المباراه اللي حسيت فيها من خلال على مستوى النادي الاهلي، ايه كانت بالنسبه لك كابتن ربيع يقول أنا ده احسن مباراه عملتها مع النادي الاهلي يا مركز؟ بص، هو انا المباريات طبعا زي ما قلت لك هي كتير طبعا، كتيره جدا، اي مباراه كنت بشارك فيها طبعا وسعيد جدا، لان يعني احنا كنا بنلعب بفضل الله ثم يعني انتماء للكيان كبير، احنا بنحافظ على اسم الكيان، وفي نفس الوقت كنا سعداء جدا لما الجمهور يبقى سعيد ويخرج فرحان. ده حقيقي. وانت عارف لغه الهدف في استاد القاهره كانت بتبقى حاجه كبيره جدا، وبعدين الاتوبيس بقى من الاستاد للنادي البيت، من للنادي للنادي الاتوبيس، الدنيا كلها كانت واقفه في الشارع تستقبلنا. فطبعا انا اعتز بكل مبارياتي دي حقيقه واتشرف، لكن ممكن اول حاجه اقولها لك كتوكو بطولة افريقيا، اول بطولة افريقية للنادي الاهلي 82 دي مهمة جدا، لاول بطولة للنادي الاهلي افريقية بنعتز بيها، لان اولا كانت بطولة قوية جدا، ثانيا شفتش انت بقى يعني كتوكو في غانا وهنا في مصر والدنيا كانت عاملة ازاي وجمهور الاهلي ازاي، ولما جينا في المطار ولما سافرنا بطيارة حربية ولما مصر كلها كانت موجودة هناك والماتش ما كانش مذاع، ولما تعبونا واجهدونا هناك في غانا اجهدونا جدا عشان نوصل. كابتن محمود الخطيب طبعا، كابتن مختار، كابتن مختار بس انا عايز حاجه كابتن هاني بس. كابتن ربيع، يمكن الكابتن ربيع سهام قالت ان هو باك ليفت وان هو هداف ان هو عصر، بس كابتن هاني معلش مع كامل الاحترام والتقدير الجيل ده كله ما خدش حقه، يعني السوشيال ميديا كابتن هاني والتوسع الرهيب اللي موجود دلوقتي، يمكن انا لما كان حد يتكلم معايا يقول لي كابتن ربيع باك ليفت جامد جدا بصراحه، يعني ما كنتش مصدق عادي، يعني لحد ما شفت له فيديو يعني من فتره، يمكن احد الاصدقاء الاعزاء كابتن هاني قطع له فيديوهات حوالي من 100 مباراه مع النادي الاهلي، لما شفت الفيديو انا انبهرت، انا ما كنتش مصدق، يعني فيديو خاص لكابتن ربيع ياسين عن مجمل مش يعني مش ممكن يعني سرعه قوه رشاقه حتى الاجيال اللي موجوده دلوقتي، يمكن سعد سمير لسه بعت لي بيقول لي كان باك ليفت مش ممكن، رامي ربيعه اللعيبه انا يعني اللي انا فاكرهم اللي هم علقوا على الفيديو، علقوا على الـ على الـ على المستوى اللي كان بيقدمه. فبصراحه كابتن هاني لو هو كان موجود في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، انا مش بزايد عشان هو ابويا، بس اقل حاجه دوري الانجليزي ده حقيقي والله، الاجيال اللي ما شافتش ربيع ياسين في الناحيه الشمال، انا بقول لهم يعني لا لازم تتفرجوا وتشوفوا ازاي الباك ليفت هو كمان ايمن مش اشول، وده كابتن كان ده كان لا اصل كابتن ربيع، كابتن ربيع كمان الناس بدات تحتار، هو بيلعب برجليه الشمال هو اشول، يعني كل طبعا اوفراته بالشمال وطلعته بالشمال باك ليفت، لكن انا حتى على المستوى الشخصي انا صغير خايف اساله في التمرين ما بيلعب بيمينه وبعدين بيلعب بشماله، فكسفت اساله، وبعدين لما كمان كابتن ربيع لعب فترات كتيره كنا بنلعب اكنه مساك، صح كان على الشمال كان احمد رمزي العالم. في كاس العالم كان كاس العالم. كان بيلعب اللي هو الدبل رول اللي هو سيرد باك ويطلع ناحيه الشمال احمد رمزي يتقدم وهو يفتح ناحيه الشمال، فكمان الجزء التكتيكي والجزء الفني انت على مستوى شخصي كنت منبهر بيه، انا يعني من كابتن ربيع ريحك في الليبرو لما لعب قدامك جدا، دي حاجه مهمه بقى جدا. هو كابتن هشام يا كان مين اكتر واحد تعبك جدا، مين تعبك فيهم كابتن هشام ولا كابتن ربيع؟ لا هما الاثنين ما تعبنيش، بس هو هشام كنت بتكلم معاه اكتر، يعني هشام كابتن ربيع طبعا يعني خبراته اكبر مننا اكبر مني، يعني هو ما بيعملش الحاجه اللي تقدر تقول عليها ان ممكن اقول له يمينك شويه شمالك شويه، لا يعني دايما بوزيشن، وكمان طبيعه اللعب بتاعت كابتن ربيع كان بيميل كمان ناحيه شماله وبيهاجم، انت في كاس العالم في كاس عام كان بيطير، وبعدين احنا يعني في الرهبه، وكمان كابتن ربيع يقول ان احنا كنا اول خمس دقايق خايفين فعلا من ماتش هولندا ده بالذات او من فرقه هولندا، فبعد بقى ما خد انا اول خمس دقايق في ماتش هولندا انا اللي بدات خدت كوره من 18 ل 18 ماتش هولندا او والله في ماتش هولندا وانا مساك اساسا بالظبط، كابتن هاني بحكم وظيفته وليبرو كان بيلعب 3-5-2 هو بص بقى اخر واحد سمعا وطاعا، هو صغير في السن 10 سنين مثلا او اكتر لكن هو بوظيفته في الملعب هو اللي يوجه، هو اللي يقول، واحنا نقول له حاضر تعالى كده امسك كده خد بالك، فهي انت بتشتغل بالوظيفه ما تشتغلش بالسن، ده درس مهم درس، وبعدين لما رحت التمرين ما في يعني بنقول لهم كابتن وكابتن، فجي كم مره الكابتن طاهر ابو زيد قال لي لو كلمه كابتن عليك تقيله وين في التمرين انده لنا باسمنا، بس بره الملعب طبعا بقول له يا كابتن، ففي خلال التمرين بدل ما اقول له كابتن طاهر باصي بقول له
قال لي هو بنفسه قال لي ما تقوليش يا كابتن لو تقيله عندك حسب اسمي واحنا لكن بعد ما طبعا يعني الموضوع بيبقى على حسب وظيفتك في الملعب بتوجه حتى يعني صح بالوظيفه طبعا مفيش كلام. فانت كنت يعني نجم وما شاء الله طبعا واساسي وخط وضعه بدايتك كانت قويه جدا واحنا احنا متعودين على الالتزام متعودين ان احنا كل واحد ليه وظيفه في الملعب لازم ينفذها على اكمل ما يكون وكان بفضل الله حضرتك كله تمام وزي الامور وعملنا بطوله في كاس عالم ما تتكررش وحاجه جميله جدا وحاجه مشرفه وهاني طبعا خرج بقى احترف حضرتك وشرف الدنيا كلها.